السلام عليكم، معكم الحسين الباشا المغني الامازيغي. اللي ما كيعرفنيش كنتمنى يعرفني في هذا الموقع. من دول لنا الجديد ديالك اللي غنيت على عزيز اخ النوش. الجديد ديالي اللي غنيت على عزيز اخ النوش. علاش غنيت بالضبط على عزيز اخ النوش؟ لانه واحد الانسان طيب وفيه ثقه، ماشي زعما حنت من بلادنا. هو اللي بغيناه يكون رئيس الحكومة إن شاء الله. عزيز أخ النوش إلا كان رئيس الحكومة، المغرب غيتقدم الأفضل إن شاء الله. كيف جاتك الفكرة ديال الأغنية؟ جاتني الفكرة ديال الأغنية باش نغني على عزيز أخ النوش، لأنه شفتو أحسن رئيس غنشوفو في الحكومة. شفت فيه الثقة وشفت فيه البلاد غتزيد لقدام إن شاء الله إلا كان رئيس إن شاء الله. أنت بغيتي يكون رئيس الحكومة؟ أنا بغيت يكون رئيس الحكومة. انا الصوت ديالي مضمون من دابا، غنصوت عليه. قول لنا دوينا على الاغنيه، كيفاش كتبتيها؟ كيفاش الاغنيه؟ من الكلمات والالحان ديال الرئيس عبد المجيد مراكشي، هو اللي كتب ليا وعجبتني الفكره وعجبتني الاغنيه، وحتى مول الاستوديو عاوننا في التلحين. واخا التلحين ديال العرب ديجا غنا واحد السيد داك اللحن ودرنا فيه كلمات جداد. وهاد الأغنية إن شاء الله كنستعد ندير لها فيديو كليب عام قريب إن شاء الله. شحال استغرقات ديال الوقت باش سجلتها؟ سجلتها نهار واحد في الاستوديو، دربوني على الكلمة على الألحان وغنيتها في البلاصة. واخا يعني شفنا واحد الصدى كبير في مواقع التواصل الاجتماعي ديال الأغنية أنها تبارطاجات، كيفاش كان الشعور ديالك؟ تبارطاجات على نطاق واسع. الشعور ديالي فرحان بزاف، أي أغنية سبحان الله العظيم كنخرجها أنايا كتبارطاج على نطاق واسع. كاع الأغاني ديالي ناجحين، والأغنية اللي درت بها الشهرة هي الأغنية والحسنية تقادير، وكذلك الألبوم اللي سجلت فيه 5 ديال الأغاني كيحمل العنوان ومرحبا بكم ومرحبا بيا، من كلمات وتلحين ديال الرئيس عبد المجيد مراكشي. شفنا بزاف ديال الناس في التعاليق كيسبوك وكيطلبوك، كيقول لك بلي انت بغيت تشري علاقه مع عزيز اخ النوش، باغي يدور معاك وباغي شنو تقول له؟ فعلا كاينين ناس كيقولوا لي انت بغيتي الكريمه، بغيتي عزيز اخ النوش يدور معاك، بغيتي هذا بغيتي هذا، سير عطيه كويك، سير هذا سير هذا. كنقول لهم الانتقادات ديالكم ما كتهمنيش، بالعكس كتقويني. عزيز اخ النوش كيبقى صديق من القلب ديالي. راه قلت في الاغنيه هذا قلبي عطيته لعزيز اخ النوش، غنصوت عليه صوتي صافي مضمون. عزيز اخ النوش كيبقى بحال الوالد ديالي، وكيبقى ديما انسان الله يعمرها دار. كما قلت لك انا كنتعامل، انا ما كنكتبش الاغاني لراسي، كنتعامل مع الملحنين الكبار والكتاب الكلمات الكبار. كاين الفنان بوجمعة جديد، كاين الرئيس عبد المجيد مراكشي، كاين الشاعر محمد قرام، كاين الرئيس دريسة مداوكل، كاين بزاف كنتعامل معاهم بالكلمات والالحان. انا فقط مغني، انا غير كنغني صافي. عطينا شي مقطع من الاغنيه. عزيز اخ النوش هو راجل مزيان، بغيناه يكون رئيس الحكومة بدان. عزيز اخ النوش هو راجل مزيان، بغيناه يكون رئيس الحكومة بدان. نجاح النجاح ثم النجاح، العزيز اخ النوش غادي ينجح. احسن رئيس غنشوفو في الحكومة، حزب الاحرار راه ديما في القمة. احسن رئيس غنشوفو في الحكومة، حزب الاحرار راه ديما في القمة. نجاح النجاح ثم النجاح، العزيز اخ النوش غادي ينجح. الله يبارك فيك. قول لنا يعني قبل كنا شفنا خرجتي في بعض المواقع كتهم يعني مجموعه ديال الفنانين انهم اغتصبوك وتكرفصوا عليك، فين وصلت القضيه ديالك معاهم؟ القضيه ديال الاغتصاب فعلا، واحد المغني اللي كان علمني في البدايه ديالي الفنيه الغنائيه كان عيط لي قال لي عجبتني الصوت ديالك، شافني في القهوه كنت خدام ديال في المقهى، وعيط لي نسجل معاه البوم غنائي. مشيت غنيت معاه البوم كامل، كتجمعني معاه في الديو كيجمعنا في ذاك الالبوم. تما فين اختصبوني، عطاوني مخدر فتاي واختصبوني بخمسه بهم هو والمجموعه ديالو. من مور الفيديو والتصريحات اللي خرجتي بهم في مواقع، وغبرت. بغيت نقول لك واحد القضيه بعدا، وملي تعرضت للاغتصاب في ذاك الالبوم ديال 2014 غبرت لمده ديال 6 سنين.
عاد جيت في 2020 سجلت ألبوم في 5 ديال الأغاني، العنوان ديالو هو مرحبا بكم ومرحبا بيا، من كلمة وتلحين عبد المجيد مراكشي. نجح الألبوم، زدت الأغنية والحسنية تقدير نجحات، وبديت كندير الأغاني. دابا عندي بزاف ديال الأغاني. غبرت بسبب ديال ذاك الاغتصاب، غبرت 6 سنين ما بقيتش داير ثقة في المغنيين الأمازيغيين. ولكن ملي غبرت 6 سنين رجعت في 2020، مشيت عند واحد المغني دربني على الكلمات والالحان وغنيت مزيان، وداك السيد الله يعمر هضر وقف معايا الوقفه ديال الرجال. دابا انت رجعتي للميدان بقوه. رجعت للميدان بقوه الحمد لله، ونجحت الحمد لله، وليت مغني مشهور وطنيا الحمد لله. كيعرفوك دابا الناس الصغار؟ كيعرفوني، كيشوفوني، كيتصوروا معايا، اقسم بالله العالي والعظيم. وهاد العواش راه دابا العيد الكبير، اللي كاينين الطوموبيلات كيوقفوا في الشارع، والحسين الباشا والحسين الباشا كيوقفوا في الشارع باش يتصوروا معايا. وحق الله العظيم كنفرح بزاف لانه دخلت للديور ديال الناس ودخلت لقلوبهم الحمد لله. انا كيف ما سبق لي اشرت انه يعني من بعد دوك الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي انك كنتي عاودتي القصه ديالك، وكا كنتي غتعرض لعمليات نصب. عاود لنا عن عمليات نصب. وي بيان سور، ملي عاودت لكم القصه ديالي كنت غنتعرض لعمليات النصب. السيد عيط لي في التليفون قال لي حنايا شي حاجه من هذاك اللي مسؤولين على الفن، وقال لي انا سعيد شي حاجه بحال هكا، وريتك تسجيل المكالمه، سجل المكالمة سمعتيها كاملة باش ما يقولوش كنكذب. سجلت وصفتها لك في الواتساب سمعتيها. قال لي انا من هذوك ديال النقابة وهذوك، قال لي بغينا نعطيوك الدار، جي عندنا الحي الحسني المقاطعة باش نكتبوها لك على سميتك. قال لك راه الدار غتعطيها لك كلشي على حسابهم، ولكن قال لي الفلوس ديال التسجيل والتحفيظ على حسابك نتايا. قال لي يجي معك 6000 درهم على الاقل، 6000 درهم تعاون بها راسك. انا من بعد ما شافوا قال لي هذاك 6000 درهم انا عرفت السيد النصاب، يعني شافوا الفيديو وشافوا حسن النيه ديالك انه الناس غيتعاونوا معك وغادي نصبوا لك 6000 درهم. بغيت نصبوا معاهم. انا مشيت معاه على الطبيعه ديالو، كنقول ليه واخا ان شاء الله فين غنتلاقاو. قال لي ما تجي مع حتى واحد، جاب بوحدك. قلت ليه واخا انا غنجيب بوحدي. كيعيط لي ديما النهار فاش غنمشي، عيط لي قال لي جيب بوحدك ما تجي مع حتى واحد. قلت ليه صافي انا جاي بوحدي. ملي مشيت قلت لي فين شنو لابس؟ قال لي شنو لابس نتايا؟ قلت لي لابس جاكيطة حمراء. قال لي جي عندي هنا لواحد واحد البلاصة مضرقة شوية أنا خايف منه. قلت ليه لا، جيت دخل المقاطعة. قال لي إلا ما جيتش لهنا ما غنكتبوهاش لك على سميتك. قلت لي صافي الله يعاونك بلاش. درتي به شكاية؟ لا. علاش؟ ما كاينلاش نتابع واحد ما عندوش الضامير أصلا. كتابعوا على والو ما كاينلاش، حيت اصلا كان غينصب عليا ولكن لقاني دكي. شنو دابا شنو غدير؟ شنو الجديد ديالك؟ الجديد ديالي هو الفيديو كليب اللي غندير الاغنيه عزيزه خنوش هو راجل مزيان. هذا هو الجديد ديالي. كيف غيكون الصور ديال الفيديو كليب؟ غيكون هنايا في ساحه الحمام، حدا الحمام، حيت الحماماني حزب الاحرار، حزب التجمع الوطني للاحرار. غيكون هنا في العماله وشويه في الاستوديو ان شاء الله. كلمة أخيرة للجمهور ديالك. جمهوري الغالي كنشكركم بزاف بزاف، وكنبغيكم موح عليكم، هادي بوسة مني لكم، دعمكم وحبكم اللي هو سر نجاحي. تابعوني دائما على اليوتيوب والفيسبوك وتيك توك، بارطاجيوني. كنتمنى ديما نكون عند حسن ظنكم، وشكرا جزيلا لكم، موح عليكم ثاني مرة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.